مسلسل سلامات أبو البنات المغربي من المسلسلات اللي حصد نجاح كبير بأول جزئين والناس تعلقوا بقصته ونجاحه كمل بالجزء الثالث اللي انضم له ممثلين جداد. زاد من عنصر التشويق بهالعمل واللي انعرض قبل فترة وكان ترند بأكثر من حلقة. وسلمى صلاح الدين اللي جسر الدور نسرين واحدة من بنات المختار سلامات اللي لفتت الأنظار من وقت انطلاق المسلسل، وإحنا قابلناها وتكلمنا عن الجزء الثالث من العمل. أنا جاني الجزء الثالث ديال سلامات أبو البنات خلق بزاف ديال الضجة سورتو بلي بيرسوناج اللي تزادوا علينا، عطاو واحد التهريسة للمسلسل باش الناس زادوا تشوقوا وكيتسناو لي زوطخ بيرسوناج اللي بداو معاهم لا سيري، اي أون ميم طون عاشوا دي زيستواغ واقعية من طرف ممثلين جداد اللي شاركونا هذا لو بروجي. دونك أنا كنشوف بلي الناس متفاعلين مع المسلسل. فالتفاعل على السوشيال ميديا كان كبير مع كل حلقة من الجزء الثالث من مسلسل سلسلة مات أبو البنات، خاصة في الحلقة الأخيرة اللي انتهت مع انتحار ثريا. والجمهور حب الواقع الاجتماعي المغربي اللي عكسه العمل داخل العائلة مع صراعاته المختلفة. هي حفيد الغالي واحد الحاجة كتقلب عليه وبغير عندي. وما نقدر ننكر النجاح اللي حققه الممثلين من خلال الشخصيات اللي جسدوها بالمواسم الماضية مثل سلمى بدور نسرين. والله عيت من الشقة، يلا معايا بغيت نرتاح. الحمد لله كان واحد تفاؤل زوين مع المشاهدين ولو كان عندي متتبعين كثار اللي في الاول كنت تخلات مي افيك لو طون ولفتهم. الحمد لله النجاح على حسب النجاح اللي لقينا في سلامات ابو البنات جاوني المشاهدين زعما كاين على قدي، يعني سي بيان بلاك هادشي مفرحني. هادوك من حوسين ودسات من ليله كحله. والأخبار بتقول إن المخرج هشام الجباري بدأ يحضر الجزء الرابع من هالمسلسل الدرامي. إن شاء الله هاد الشيء إحنا باقي ما عطاوناش زعما كاين واحد صريح بلي راه غادي يكون جزء رابع، ولكن إحنا كنتمنوا يكون. وبعيدا عن هالعمل راح نشوف سلمى قريبا بأول تجربة سينمائية لها بشخصية جهاد. أول فيلم سينمائي غادي نصوره مع المخرج سيدريس الروخ. تجربة كانت زوينة بزاف، اكتشفت بزاف ديال الممثلين جداد، تعلمت منهم بزاف ديال الحوايج، اي سورتو هاد لو بيرسوناج اللي هما الناس غادي يكتشفوني به فريمون نكون مختلفه على نسرين، يعني نسرين اللي فيها الفشوش وداكشي. جهاد غادا تكون واحد البنت اللي مرجله اللي خدامه في البوليس اللي هي قويه، عندها شخصيه قويه، وكنخلي الناس يتسناوني في هذا الفيلم ان شاء الله. وهالعمل فادها كثير على الصعيد المهني. العمل في السينما لاحظت بلي هو مختلف على التلفازة، يعني العمل ديال السينما كيكون فيه بلوس دو ديتاي، تعلمت واحد لي تكنيك جداد في السينما، حتى الديالوج ما كيكونش اي حاجه محطوطه وكيكون عندك فيه وقت قليل، يعني زوينه الخدمه في فيلم، يعني كيكون عندك الوقت الكامل باش كتخدم على لو بيرسوناج، خاصه انه العمل هو من اخراج ادريس الروخ. ما حسيتش بالصرامة ديال سيدريس الروخ قد ما حسيت به حضني انا شفت فيه هذيك الشوفه ديال حيت هو ممثل تبارك الله مثل بزاف ديال الادوار، يعني كيفهم الممثل كيتقرب من الممثل وعنده اولى الممثل يكون مرتاح ويخرج لي هذاك لو سنتيمون، دونك كيعطيك الخطر كيعطيك الوقت. انا جاني في الشخصيه ديالهم زوينه بزاف، يعني تفهمت معاه وخديت راحتي وتعلمت منه بزاف. وعلى ما يبدو انه هي بتتعمد اختيار ادوار جديدة عليها مثل الشخصية اللي راح تلعبها بمسلسلها القادم. ان شاء الله باسكو هاد الشخصية غادي تكون تري ناتوريل، يعني البيرسوناج ما غاديش يكون كيدير بزاف ديال الماكياج، غادي تكون ضعيفة باسكو هو شوية تراثي، يعني قديم، فيلم قديم، دونك كيف حنايا كنعرفوا النساء ديال الايام زمان كانت الخدمة وكانت هادي، يعني كيكون هذاك الضعف وكيكون الوجه محدود، يعني انا حاولت نلعب على هاد لو بيرسوناج باش يكون هذاك لو شانجمون باش الناس ما يشوفونيش بحال نسرين، فيكو ما نلعبش على لولوك بزاف مي لعبت على الفيزيك يكون بدل. وكشفت انها راح تكون موجوده على الشاشه برمضان 2022 من خلال عمل بعنوان الو فلوكا. باسو الفنان باسو تشرفت بزاف ملي جمعني به هذا العمل، غادي يكون زوين في واحد لو بيتي باساج لعبه فيه انفورماتيسيان، واحد لو رول شويه معقده وداك الشيء غادي يعجبهم الناس.
غير هيك سلمى كشفت لنا انه سر خساره وزنها بسبب دورها بمسلسل تراثي اللي المفروض انه تكون هلا بلشت تصويره. طبعا وبعيد عن الفن والشغل، سلمى كشفت لنا سر عن حياتها الخاصه وهو انها بتعيش قصه حب، بس فكره الزواج بعيده عنها الان. فطبعا احنا بنتمنى لها كل النجاح في اعمالها والسعاده وكمان في حياتها الخاصه.